دخلت قسم الألعاب والأطفال ولقيت المنتجات هذه، هذه أسعارها من 60 ريال بمختلف ألوانها، طبعا كل لون يختلف السعر، وفيها هذه ب200 ريال. فسألت وش الفرق، لأنها تجي 3 قطع اللي هو سرير والعربة والسرير الثاني هذا اللي يجي بغطاء بالشكل هذا حق السيارة، وفيها الأشياء هذه طبعا من 25 ريال إلى 55 ريال. ومثل ما قلت لكم اللون يختلف، إذا اختلف اللون يختلف السعر، وفيها هذول من 60 ريال إلى 90 ريال. وهذا مصنع الاكسسوارات الجوالات، عنده منتجات مختلفة عن السوق، نفس السماعات بلوتوث هذه مع القطعة تقريبا سعرها 30 ريال على حسب الكمية، وفي هذولي على 12 ريال اللي هو منفذين USB مع السلك، سلك شاحن، والسلك الحالة قيمتها 4.5 تقريبا، هذا القماش، وفيه الربل هذا سعره ب3، وفيه الأفياش هذه، طبعا الأفياش هذه الثنائيات ما يدخل حسب المقاييس السعودية فلازم تطلب ثلاثي. سألت عن السعر هذا، سعره 4 ريال، وفي هذا اللي الشكل هذا سعره ب5، وفيه البطاريات المتنقلة تبدأ أسعارها من 17 ريال إلى 55 على حسب الحجم، والأشكال هذه تبدأ من 25 ريال واللي فوق على 10. شفت مصنع الكاميرات هذا عنده أنواع كثيرة، بتكلم عن هذه، هذه 1.5 بكسل سعرها تقريبا 50 ريال، تشتغل برا وداخل البيت أو المحلات، وفي هذه 2 بكسل ب60 ريال، وفي هذولي الأسعار تبدأ وتنتهي عند 40 ريال تقريبا، وفيها الأشكال هذه اللي هي تصير بالنص بالديكور نفسه، وفيه هذه أشكال كثيرة، فيه ب20 ريال و30 ريال والأحجام الصغيرة هذه، وفيه نفس الشكل هذا متحركة تقدر تتحكم فيها بيمين أو يسار، وسعرها ب100 ريال، وفيه هذه حقات الأطفال اللي تصير بغرف النوم الأطفال، وهذه الأنواع الجديدة عندهم، هذه تأخذ إلى 120 متر زوم، طبعا HD كلها. تجيني استفسارات كثيرة أو كلام كثير وخصوص السعر غالي، وأنت تصور أسعار غالية والصين أرخص من كذا. أنا أصور لكم المحلات الزينة اللي عندها جودة واللي عندها شهادات مطابقة المقاييس، أما نفس المحلات هذه، هذه اللي أرخص شيء وهذه جودتها معدومة بالسوق، نفس الأمور هذه، الربطة هذه كاملة على ريال، هذه كاملة حقت اليوكس تقريبا فيها 4 أسلاك أو 5، فيه نفس الشواحن هذه 4 حبات على ريال تقريبا، وفيه السماعات هذه الحبتين على ريال، فيه شواحن جوالات اللي السلك فيه راسين، هذا على 1.5 ريال وهذا على 1 ريال، طبعا الجودة معدومة جدا، ما في جودة بالسوق هذا، فهذه اللي ما تصلح أني أعرضها لكم، بحيث أنها إذا استوردتها راح تضرك بالجمارك وراح تدفع غرامات لا قدر الله، ولا راح تمشي. طبعا الأسعار تختلف من محل إلى محل، مثلا اللي بالكرتون هذا سعره ب1 ريال، والربطة هذه كاملة سعرها ب1 ريال، طبعا يحطها لك بالأكياس نفس الشكل هذا، كل شاحن بكيس الحالة نفس هذه، طبعا ما في جودة، هذه اللي راح تضرك، وأنا ما حبيت أصور الأشياء اللي جودتها قليلة عشان ما أدخل بحرجات مع المتابعين، حبيت أعرض الأسعار المتقاربة، طبعا هنا بالمحل هذا سعر والمحل المقابلة سعر ثاني ويختلف، لكن الجودة تختلف، النوعية تختلف، العدد يختلف، فالأفضل إذا جيت للصين اشتر شيء مقبول عند الزبائن بحيث أنك تقدر تصرفه بسرعة، أما أنك تبي تشتري نفس الأشياء هذه ما أظنها تمشي.